حركة لبنان اليوم. من اللي مستعد؟ كل ما صرخ عبد الناصر جديد، أو كل ما بين خميني جديد، أو كل ما بينت قضية فلسطينية جديدة. مسكر مطار او احرق دويب احمل يافطات شعرات ثورة عبيد صور سليمان وخميني عطرقات بيروت ما بتعرف اذا في دولة او بتتشلح او بتموت قارب كله يتدمر فوق جتاتهم الحزب كله بيتعمر يا انا يا اني تفوت محترم نحترمك بتفوت بعلمك الاصفر هون بتملك لك امك قارب حسن نصر الله وحزب من التراب لتراب بيع الكبتكم بس حرام عنده الشراب عامل لي فيها مفتي وقريت لي الظاهر عرف انه كل واحد اوفر بدمتك للقبر هون بجمع تاجر قرين غطيها طايفة وقضية فلسطين بينتهي ما توقف مثل قاسم سليمانة او الطيونة احداث عين رمانة صواريخ وفتاش ما بيعرفوا يشيلوا سلاح مع انه شعارهم رشاش عضلاتهم زاز ما فيهم ولا زلمة لك ما كتكن كساس قارب انقسام الشخصية لحر فلسطين ليك لبنانية تلوس السورية بس اليوم اهلين شالوم بينتاك عن شارون كان ارون راسه كبير مثل قول عميل قول امير اصحابي الشيعة تعيير لكم صبركم صبري بصل مع الحزب منكم يا يورا بتسوى صبري